هذيك البنت اللي سميتها وصال ما تخطفات ما والو. هذيك البنت هربات من دارهم ومشات عند دراري هي راها كتعرفهم، هي كتعرفهم باش يقول با صيفط تجيب الحليب وما رجعاتش، وامها تقول طلبوا الفديه. هما مولاد الناس ما عطالين اللي على فدية، لا يحزنون. تمشي تربي بنتها تلقاها في الزنقة بسروالها مقطع، وهذوك الولاد بغات تضيعهم وتخرج عليهم. ملي لقات بنتها تحمد الله وتجمعها عندها، ماشي تفاهمت هي وبنتها في التليفون وقالت لها سيري عند البوليس هاني جاية عندك. شوف تي في بوايما. وزيد وزيادة هذوك الدراري كما كانوش ولاد الناس، كرا اغتصبوها كرا بهدلوها كرا لقاتها مرمية في الزنقة طراف، كاع ما تلقى بنتها واكلة ماشطة ناعسها فايقة فرحانة. المرأة كتقول لها سيري بحالك بنيتي لداركم، هي كتقول لها لا ما بغيتش نمشي، بغيت نبقى معاك، بغيت نبات معاك، بغيت نعس معاك وناكل معاك. قالت لها انا عيطت لك على امك تدي، قالت لها لا ما تعيطش ليا عليها، من شافتها غتعيط عليها هربت ليها من الدروج. ومني هربت وخرجت للزنقه صونت على امها وامها وراتها شنو دير، امها اللي وراتها شنو دير. شوف تي في بوايما. ديك البنت ما مخطوفه ما والو، احقا داروا لها الشيفونه على فمها، احقا داوها، احقا هي ما خلات، هي ما خليت حتى واحد. هذيك ما يضيعوش هذوك الدراري ويخرجوا لهم على مستقبلهم ولا حياتهم. هذوك الدراري راهم ولاد الناس، كانوا ولاد الكلاب كرا رجعوا كلاب معاها. وزيد وزيادان المرأة اللي قالت لها، المرأة اللي قالت لها سيري بنيتي لداركم وكتهرب لها من بيت البيت، وقالت لك يوم حتاج دينا وسدين عليها الباب. شوف تي في بوايما. يمشيوا لهذيك الدار ولا يلقاو شي باب فيها شي ساروت هانا ها هما. وزيد وزيادة في السرجم على السوق، عرفتي شنو هو السوق؟ سوق ديري يديها غير في الشباك وتعيط بالعداو، سوق ربي العالمين غيتجمع على داك الدار ويخرجوها. واش البنكاسة بخاطرها وعاجبها الحال، والدراري كيخرجوا يجيبوا لها الماكله ويحيدوها من كرشهم ويعطيوها ليها ويقول لها سيري بحالك ما بغاتش. وفي الاخر هذا باش يتجازيوهم، ماشي حشوم عليهم، ماشي عار. واش كاين شي مخزن في هاد البلاد ولا ما كاينش؟ واش هما دايروا الصحافه؟ شوهت راسها تمشي تربي بنتها، بنتها تمشي تربيها، ما تلقاهاش بسروالها مقطع في الزنقه. وزيد وزيادا هادشي كامل سيروا غتلقاو المراه اللي قالت لها سيري بنتي لداركم، راه كاينه باب المحكمه دابا ويسولوها. انا سولتها قلت لها واش عندها تما شي حوايج ولا ما عندهاش، قالت لي بنيتي لقيت غير واحد السروال وشي حوايج وبقاو الخلعه والدعقه هزيتهم، قالت لي ورميتهم. سيروا عندها تقول لكم هادشي، الا ما قالتوش ليكم انا راني هضرت معاها وداكشي اللي قالت لي في التليفون راه باقي في التليفون، وجبدوه وتصنتوا على المكالمه ديالها.